نجاح لعلي ماهر يعني. طب ناخده بقى عشان ما حدش يسمع احنا بنقعد من نمدح فيه. كابتن علي، اهلا بيك كابتن علي. حبيبي امين، حبيبي وحشنا ميدو جدا، وانا عارف ان انت على طول دايما كلامك كلام جميل ومحترم وكلام دايما ايجابي، وبشكرك دايما معايا. طبعا اخويا وحبيبي كابتن رضا حبيبي، ومدربي كابتن ماهر همام حبيبي. الله يخليك يا كابتن. يعني انا عايز اقول لك يعني الاول، يعني في حاجه مضايقاك او حاجه؟ يعني بصراحه انا انت عارف يعني انا يعني رايي فيك مجروح بصراحه، يعني مبسوط بيك جدا وفرحان بيك جدا، ومبسوط ان احنا عندنا مدرب بيقدم كره حلوه وعنده فكر، وزي ما رضا شحاته دلوقتي والكابتن ماهر قالوا في شخصيه مقنعه للناس ومقنعه للعيبه، وبصراحه حاجه جميله جدا وتطور اداء، واحنا شايفين انا بشوف الفنيات بتاعتك في الملعب، فانا يعني شهادتي فيك مجروحه بصراحه. حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك، شكرا على الكلام الجميل ده، وزي ما كابتن ماهر قال وكابتن رضا، المهم قوي انك تبقى مقنع للعيبه فنيا وشخصيا. دي مهمه جدا انك انت تكون مقنع للعيبه، اللعيبه بقت تصدق دلوقتي وصدقت ان هي تقدر تكسب اي حد. ودايما زي ما بقول ميدو، انت عارف احنا بلغه لعيب الكوره فاهم الكلام، كل طبعا لعيب الكوره مهم جدا، اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في الماتش بالظبط، مرن عليه بالظبط، اتاكد هو اللي بيحصل في الماتش بالظبط، بروفا فاهم، بروفا بالظبط، مرن هنا هو اللي بيحصل. حتى النهارده ريمي شوطين، الشوط الاول بتروجيت كان بيضغطوا علينا، فاحنا كنا لما هو بيضغطوا علينا اللعيبه النهارده دعدور كان ما كانش بيلعب النهارده جول كيبر، بيفرق قوي معايا دعدور، لان دعدور بنبدا من تحت اللعب تمام. لما شريف لعب شريف جون كويس قوي وجون هايل، بس بداياته ممكن تكون دعدور كورته اعلى تمام. بدا شريف يعمل كور طويله، فاحنا مش متعودين على ده بالظبط، متعودين على الكور الطويله بالظبط، شخصيتنا اتغيرت، طريقه لعبنا اتغيرت. فلما دخلت بين الشوطين قلت للعيبه، قلت لهم طب اسوء حاجه حصلت لنا خلاص، احنا خسرانين اتنين، نلعب بقى، نلعب لعبنا، نلعب اغلط بقى ومالكش دعوه، خلاص انت كده يعني انت حصلت لك اسوء حاجه، خسرت 2-0 وده اللي حصل. هو انا كان سؤالي ليك كده اللي جاي، بس انت اتكلمت فيه، يعني انا كنت اقول لك انت لغايه الدقيقه 61 تقريبا مغلوب 2-0، الدقيقه 75 لا يعني لغايه الدقيقه لغايه الدقيقه 75 اسف، يعني لا انت قوي 75 عمر بسام، بس بقى الشوط الثاني، بس انت الشوط الثاني بتحاول وتطلع الجول، لا ما بقتش خايفه خلاص، بقول لك قتلت فيهم حته اللي هو الخوف، قلنا ما بقاش خايف، بقاش قلقان خلاص، انت فوت خلاص، قلقان من ايه؟ بالظبط، جاي في الجولين خايف ليه؟ العب بقى طريقه لعبنا، بدايات من تحت، وانت برضه ازاي على السيرو، بطلع ازاي على الطرف، هو بيعمل ايه؟ التحرك بتاع الطرف الثاني بيبقى فين؟ السيرف الثاني بيقطع في ظهره ازاي؟ الديفندر لازم يكون مكمل جوه ال 18 عشان يبقى في زياده عاديه داخل ال 18، اللي انت بتتمرن عليه اعمله، مش طالب منك غير كده، انا ما بقولكش اعمل حاجه زياده. وده اللي حصل، لعيبه فعلا كانت رجاله، وعارف اللي هي بروح الفانيلا الحمراء، اللي هي انك انت بترجع اي وقت انك انت لسه والله انا اسف ان انا بقاطعك، بس لازم اقول لك ان رضا شحاته لسه بيتكلم ان علي ماهر في شخصيه الاهلي. حبيبي ربنا يخليك، دي حقيقه الحمد لله، اتفضل يا ربنا كان جميل قوي كريم. وبعدين انت عارف يا ميدو، السنه دي بتحقق حاجات كتير قوي، ارقام كتير قوي، خلي بالك احنا عاملينها 41 هدف، 41 هدف، ده حاجه جميله قوي. اقوى انت الاهداف بتاعك زي الزمالك بالظبط، عايز اقول لك ان اول فرقه تبقى صعبه في التاريخ بالظبط كنت لسه اقول لك والله، بس انت ما شاء الله عليك، انا كنت اقول لك انا عامل احصائيه ليك ان انت اول فرقه صعبه، يعني جايب 41 هدف، حاجه جميله بس اسمحك يا ميدو، بتكمل في الدور الثمانيه الكاس مصر مع النادي الاهلي الماتش الجاي بالظبط. الحمد لله، اللعيبه صغيره، كام لعيب بقى بتظهر، وكام لعيب ما كانوش بيلعبوا، بداوا بقى ليهم سعر دلوقتي، وقال ان هو موجود، وبيقول انه موجود اهو قوه، زي عنتر بتاع ب 15 مليون جنيه، مهند بص مطلوب فيه كام، دابو ده سايبين النادي سنه سابوه ببلاش، خدته انا كنت مصاب ان انا اخده، محمد رزق بقى عامل ازاي، عمر بسام طنط، كانت انا اللي كنت جايب عمر بسام للنادي الاهلي، ومن الاتصالات كنت جايبه ب 20000 جنيه، عمر بسام مشي وراح سموحه، وبعد كده راح طنطا، وراح اسوان، راح طنطا، بعد كده طنطا مشلوب، خدته بص عامل ازاي دلوقتي. الافارقه لعيبه افارقه، الفرقه دي كانت بتساوي مثلا حوالي 2 مليون جنيه، انا عارف دلوقتي ولا 70 مليون جنيه بالظبط، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، انا دايما بقول ان هو اهم عنصر في الكوره المدرب. فده مكسب الحقيقه، ان انت دايما يا ميدو صدقني المكان بيكبر بالشغل،
يا حبيب قلبي انا عارف والله. انا بقول لك يا كابتن علي، انا طول عمري قناعاتي الشخصيه ان اهم عنصر في المنظومه هو المدرب اللي هو بيعمل من الفسيخ شربات. يعني انا ممكن اروح في نادي ما عندوش امكانيات وما عندوش لعيبه، انا اجيب لعيبه واعملهم باسلوبي زي ما انت بتعمل كده بالظبط، وعملت نادي من 2 مليون جنيه زي ما انت بتقول دلوقتي معدي 100 مليون جنيه. اتفق كابتن ماهر معاك يا كابتن. مبروك يا علي، مبروك مبروك مكسبك النهارده، ومبروك ادائك طول الموسم. انا عايز اقول لك انك انت الاهم يا كابتن ماهر، انت بترجع تعمل كومباك رقم 2. احنا رجعنا 5 مرات قبل كده بالظبط، بس كان 1-0 كنا خاسرين مره من الرجاء، فاكر الرجاء بالظبط بالظبط بالظبط، كسبنا 3-1 وبعد كده سبوحه برضه كانوا كسبانين 1-0 سبوحه هناك 3-1، بتروجيت هناك بتروجيت كانوا كسبانين 1-0 رجعنا 2-1 بالظبط بالظبط، الاتحاد في الكاس بالظبط 1-0 كسبنا 3-1. النهارده النصر كان كسبان الماتش الاخير مع النصر 1-0 كسبنا 5 بالظبط. النهارده الماتش الخامس اللي كده تبقى استادي تبقى انت خسران 2-0 تكسب 3. هايل هايل. عايز اقول لك يا علي اللي انت عملته السنه دي ووصلت له مع الاسيوطي بالشكل الفني والاداري الجميل اللي اتحقق من خلال ادائكم، يمكن مدربين بيقعدوا سنين كثيره جدا في الدوري الممتاز عمال ما بيوصلوا للي انت وصلت له، فانت النهارده انت من خلال سنه قدرت تتخطى سنوات كثيره جدا من خبرات هؤلاء المدربين، فانا بحييك من خلال الشخصيه، من خلال الجراه، من خلال الاداء. وخد بالك الاستراتيجيه بالنسبه لك هتزيد، يعني انت الطموح والدوافع هتزيد طبعا السنه الجايه بالنسبه للاسيوطي. يعني انت النهارده بتنهي ان شاء الله هتنهي ممكن في المركز السابع، في منافسه بينك وبين امبي، يعني يمكن فرق يمكن بونتين بينك وبين امبي، فانت الدوافع بعد كده هتطالب منك انك انت السنه الجايه ان شاء الله انك انت باذن الله توصل بالاسيوطي للمربع الذهبي، وده مش بعيد عليك يعني، وبعيد على منظومه الاسيوطي واللاعبي الاسيوطي. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا حبيبي. اتفضل يا كابتن علي. اتفضل حبيبي. كنت عايز تتكلم. اتفضل. بقول يعني الحمد لله ده كابتن ماهر قال ان كرم كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى انك انت فعلا ربنا فعلا بيقول لكل مجتهد نصيب تتعب في الشغل جامد قوي، ربنا في الاخر بيكافئك اغلى مكافاه واحلى مكافاه في الدنيا. اكيد. وكفايه كلام الناس وبقى حب الناس، والناس بقت ممكن تبقى مقنع وتحط نفسك في وسط الفرق الكبيره والمدربين الكبار الموجودين، دي حاجه شرف زي ما كابتن ماهر بيقول، شرف ليا كابتن ماهر لما تقول الكلام الكبير ده محترم، وانت ميدو انت لعيب جامد جدا ولعيب كبير. انا بقول حق بصراحه والله، انا شايف اللي انت عامله كل الناس شايفه، وانت بصراحه مكسب السنه دي يعني اقنعت الجميع. وعايز اقول لك ان مفيش حد، وانت عارف كنت لعيب كره وعارف ان مفيش حد بيقول غير لما بيشوفه بيقتنع، يعني طبعا احنا ما عندناش حد ان هو بي 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 يعني بيمن عليك، وانت عارف طبعا طبيعي. فانت اقنعت طبيعي. الناس عشان كده الناس بدات تتكلم، عشان كده بقول لك ان انت كابتن علي بقيت شخصيه في التدريب هايله جدا جدا، فلازم تستغل كده، يعني لازم تستغل كده. هل هيكون ليك طموح اكبر ان انت تنتقل من النادي الاسيوطي؟ هل هتكمل معاه ويبقى ليك طموحات اكبر؟ ايه اللي ممكن تفكر فيه؟ لو السؤال صعب شويه انا ممكن اعفيك من الاجابه. اوكي هاتهن ده هو كده قال لي لا السؤال صعب جدا، او هاتهن تاني. علي ماهر يا جماعه، فعلا احنا عندنا في الوسط بصراحه ما فيش حد بيمن على حد، لله في لله لازم تكون عملت حاجه وتسمع قوي عشان الناس تقول لك متشكرين، لكن في ناس كويسه لكن ما حدش عارف يعني مقفلين. بنتكلم عن النجوم اللي هي الاسماء، لكن انا في وجهه نظري او من وجهه نظر النجم هو اللي بيشتغل. اتفضل يا كابتن علي، انا مش عارف سمعت سؤالي ولا لا. لا بالعكس، اتفضل. كلام محترم. اتفضل. زي ما انت قلت ليا طموح تاني تالت ممكن السنه الجايه في مكان تاني، المدرب زي اللعيبه دي بالظبط، وهي عشان توصل لهدفك الكبير كنت بتفكر لازم يبقى عندي، يعني لازم ابقى طموح، لازم يبقى عندي بالظبط 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 بالظبط. الحلم مفيش حاجه، الحلم لازم يبقى ليك حلم عشان تتطلع بالظبط، الا بقى تفضل يبقى انت فقير بتفكيرك بالظبط. عشان توصل للحلم بتاعك ان انت نفسك تتطلع اكيد لازم تعدي على كذا مرحله بالظبط. مرحله الاسيوط كانت مرحله ممتعه وانا مستمتع بصوت الاسيوط، لكن اكيد اللي جاي هيبقى فيه طموح تاني وطموح مختلف باهداف مختلفه ان شاء الله باذن الله. زي ما انت بتقول اكيد طموحاتي مش يعني عايزها ما تقفش دايما، اكيد هي حلم كبير، وعشان اوصل للخطوه الكبيره لازم اعدي بكذا خطوه،
فان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون احسن يا رب. بس اعدي بس الفتره دي اللي هي اللي جايه عندنا مصاب ونقعد ماتش الزمالك اللي جاي بعديه عندي الجيش، فانا كده خلصت الدوري ان شاء الله على خير باذن الله والحمد لله وربنا كريم وعملنا حاجه محترمه جدا. عندي ماتش النادي الاهلي طبعا نادي كبير بجهاز فني كبير بلعيبه جامده جدا بحاجه احسن فرقه في افريقيا بتلعبها. قدرت بعرف لعبت مع النادي الاهلي الماتشين اللي فاتوا لعبتهم بشكل كويس والناس كلها احترمتنا دي حقيقة عشان خاطر الماتشات اللي احنا لعبناها ضد النادي الاهلي وخسرت ب1-0 فرقه صعبه. لكن بقول ان شاء الله باذن الماتش الجاي يبقى ليه تحضير مختلف ان شاء الله ونقدر يبقى نعمل ماتش محترم وماتش كبير ضد فريق كبير ان شاء الله. كل التوفيق ليك فيما قادم يا كابتن علي، تستاهل كل خير. وانت زي ما انا زي ما قلت لحضرتك ان انت عملت طفره في التدريب وكنت مكسب حقيقي للدوري المصري، ان شاء الله كل التوفيق ليك فيما قادم. وحق مشروع لكل مدرب ان هو يطور ويدور ان هو يكبر في مكان تاني، مش لازم خلاص ارتبطت بالمكان لازم ادور ان انا اكبر. وعلي ماهر زي ما قلت لحضراتكم واقنع الجميع ان هو مدرب عنده امكانيات هائله جدا، عنده لعيبه عمل منهم لعيبه وكبرهم زي ما قال، كان تمنهم 2 مليون جنيه عدوا 70 مليون او عدوا 80 مليون. مشي عنتر راح الزمالك كان من اهم اللعيبه، لكن الاسيوطي النهارده عامل مباراه اروع. مش بقول لكم عشان نتائج خلي بالكم، يعني لو الاسيوطي ساعات بيخسر، لكن انا كنت دايما عند رايي ان علي ماهر مدرب